صباح الفل كابتن سيف، ازاي حضرتك؟ اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. نبتدي الحالات؟ جاهز؟ يلا اتفضل يا حبيبي. يلا كابتن. اول حاله وقعت انذار لعيب الاهلي لوجود كورتين في الملعب، رايك فيها؟ بص، هي الناس هنا فاكرين ان هو ادى انذار عشان رمى الكره في الملعب، لكن انا سالت بصراحه في الكره دي، الانذار اللي خده عمرو السوليه ده بسبب الاعتراض قبل الكره دي، انما في قبلها كان لعيب الجيش واخد انذار. ماشي، يعني في الكره دي كان في القندوسي. القندوسي ما خدش حاجه؟ لا لا لا، اللي انا عرفته، لا، اللي خد الانذار عمرو السوليه بسبب الاعتراض. طب والقندوسي يا كابتن رمى الكوره ما خدش حاجه؟ يعني الكوره دي لا، دي ما فيهاش حاجه؟ هل القندوسي هات لي الحاله، انا اشوف الحاله معاه. هات الحاله تاني يا احمد. هو يا كابتن هو القندوسي اللي رماها ودخل ملعبه. لا، القندوسي، بص، عشان الحاله مش قصادي دلوقتي. هي يا كابتن القندوسي رمى الكوره ودخل وراها والكوره، والتاني بعد ما لعب الاوت. انا بحكيها لك. لو القندوسي هو اللي رمى الكوره يبقى ياخد طبعا هنا انذار. انت يا كابتن قلت لي هات الحاله نشوفها مع بعض، وبعدين انا مش قدامي دلوقتي التلفزيون. طب انا يا كابتن هجيب لك الحاله البيت ولا اجيبها لك فين؟ لا، هو انا راكن والله ومشغل ابلكيشن عشان انا اي مصلحه انا داخل معاك. حبيبي يا كابتن ماشي. طيب انا بوصف لحضرتك الحاله. قندوسي مسك الكوره، الراجل بيلعب الاوت، رماها ودخل وراها، والكوره في الملعب. والكوره في الملعب، يبقى كده هياخد هنا انذار. تمام. طب هل الفار ما شافش دي؟ لا، هو هنا لو الفار ولقى ان ده عمرو السوليه، القندوسي اللي رماها مش عمرو السوليه، يبقى هنا الهويه الخاطئه. لو الفار شافها يبقى لازم ينادي حكم المباراه يقول لي ياخد الانذار مثلا المطرود عمرو السوليه. طب عايز اسالك سؤال ثاني يا كابتن. هل هو مثلا حسبها الحكم لان القندوسي راح يجيب الكوره، يعني هو راح يجيب الكوره فلاعب طلع الجيش، ام لاعب الاوت بكوره ثانيه؟ فاهم قصدي؟ يعني هو اصلا رايح يجيبها، فهو راح جاب الكوره وحذفها، فهو شاف ان هو كان رايح يجيبها اصلا، يعني مش ما لا كانش لا لا ما تمشيش كده. لا خالص. ماشي. طيب ضربه جزاء طلع الجيش في الدقيقه 59. طب بس استاذنك نشوفها مع بعض، معلش، عشان هنا في عندي تاخير شويه. تمام. يعني انا كنت سامعك بتتكلم على الكوره بتاعت مصطفى شوبير ولعيب اسلام محارب، تمام؟ وحضرتك قلت لي احنا هنتكلم على النيات وبتاع، انا شفت الكوره دي كويس جدا. احنا هنا لا، خلينا في ضربه الجزاء دي يا كابتن الاولانيه، اللي هي بتاعت اسلام محارب دي. كره اترفعت اهي، اسلام بياخدها على صدره تقريبا ما بين اثنين لعيبه نادي الاهلي. تمام. وبيقع. احنا هنا عاوزين نشوف هنا يا كابتن، هل هنا طبعا انت عارف التعمد خلاص اتلغى، تمام؟ هل هنا في اهمال؟ دايما انت هنا شايف الكوره هنا ما فيش اي اهمال، وقرار الحكم باستمرار لعبه هنا هو القرار السليم. انا مش شايف حاجه لان الكادر بعيد قوي بصراحه، فانا شخصيا هي دي النقطه اللي كنت عاوز انهي بيها الحلقه. ان النهارده زوايا التصوير الحاجات اللي فيها جدل كلها كانت بعيده قوي يا كابتن، دي عايزه نضاره معظمه يعني بصراحه. انا مش شايف ده حاجه. ده شيء بصراحه، يعني الناس المسؤولين اللي بيصوروا لازم يبقى في تركيز شويه، خاصه احنا في نهايه الدوري ومعظم المباريات كانت مستواها متصوره بشكل كويس. طب وقعت مصطفى شوبير واسلام محارب. مصطفى شوبير واسلام محارب، انا طبعا سمعت كلام حضرتك، والنيه طبعا النيه جميله وكل حاجه، بس انا عاوز اقول لك هنا الكره عاليه، مين اقرب لها، القدم ولا الراس؟ الراس. الراس. مظبوط. وجود القدم في المكان ده غير مبرر تماما. علاوه ان الجسم الانسان عندنا في بعض الاجزاء زي الوجه ده حته غير محميه، تمام؟ الكره دي في تصادم بين القدم والوجه، كارت احمر طرد. اللي بيقول لي اقصى مرحله التهور، مش هتفق معاه بصراحه. ان هنا لا، في هنا عندنا في استخدام قوه زايده، ده مش تهور. هنا في استخدام قوه زايده، انا جايب القدم في وجه اللاعب يا كابتن سيف. هنا لو محمود هو كان اتخذ القرار لوحده، انا لو مكان حكم الفيديو لازم اناديه يراجع الكره دي. احنا عندنا قدم في وجه لاعب بالكره فوق، يعني هي اقرب للوجه، مش اقرب مثلا في تنافس طبيعي بين الجزء السفلي من جسم الانسان. انا شايف هنا امتحان بالقدم على الوجه، بس هنا في ركله سابقه. انا اسف، ده كارت احمر. كارت احمر. طبعا. تمام. يعني طرد الاسلام محارب. طبعا اللي وضع القدم العالي ده يا كابتن سيف مش مبرر اطلاقا. تمام. نقطه اتصال خلاص بين القدم والوجه. ماشي. ضربه جزاء يا كابتن نادي الاهلي وطرد لاعب طلع الجيش. تمام. طبعا هي اما نيجي نشوفها كان محمود ما احتسبش
ركله الجزاء، لكن اللعبه اول ما وقف حكم الفي ار ده وعدل ده. ده طبعا هنا عندنا لعيب اليد لعيب مدافع الجيش فور غير مبرر، ده مش هنا ايد داعمه زي ما احنا عارفين الايد داعمه دي هي بتدعم الجسم بتبقى محطوطه على الارض تمام، هنا دعينا ايده مرفوعه بالشكل ده والكره دي فرصه محققه، يعني لو الايد مش موجوده الكره هتروح فين؟ هدف. هنا في ركله جزاء وكارت احمر سليم احتسبه محمود البنا بعد المشاوره طبعا مع ميت الفيديو اللي هو كان في مجدي النهارده. تمام، يعني اذا البنا النهارده ياخد كام من 10؟ بص يا كابتن في اصل انا هقول لك حاجه قبل الكام من 10، انا مجال التحكيم عندي حاجتين في التحكيم يا كابتن، لو هحلل للمشاهد هجيب الحاجات دي الطرد وركله الجزاء وجول ولا مش جول، ده اللي يهم الراجل قاعد يتفرج على التلفزيون دلوقتي معانا. انما لو هحلل تحكيميا لا، في حاجات النهارده كانت انذارات كان لازم تظهر بعض لعيب الفريقين، الحاجات دي بتتقال بقى ايه لو عندنا برنامج او هعمل مثلا تحليل للحكام نفسهم، انما اللي بيتفرج على التلفزيون ما يفرقش معاه اوت ولا كورنر ولا انذار، انما يفرق معاه حاجتين بقى الطرد بنادي جول ولا مش جول. يعني كم من 10 يا كابتن في الاخر؟ كم من 10؟ يعني انا ادي البنا النهارده مثلا 8 من 10. 8 من 10 بس بصراحه يا كابتن البنا حكم كبير، يعني حتى لو مش وحشه طبعا، لا 8 رقم كبير بس هو شخصيه يعني عارف في الملعب كده يعني بيدي احساس بالهدوء. كده البنا حكم موهوب واكتسب حاجه مهمه جدا، احترام اللعيبه والجمهور. صح، احترام اللعيبه والجمهور، فهتلاقي ممكن البنا يلعب له سنتين ثلاثه يفضل يلعب باسمه بالوقت بسبب المجهود اللي عمله المشرفين السابقين، يعني البنا لسه قدامه مشوار طويل لعب وقت طويل بس الناس احترمته، واهم حاجه اما اللاعب او الجمهور يحترم الحكم بتسهله كتير جدا، حتى لما يجي يخطئ يبقوا عارفين انه ما يقصدش، انه ما عندوش مثلا حسابات او لا قدر الله ميول. تمام، بشكرك يا كابتن. شكرا يا كابتن سيف. بشكرك شكرا جزيلا.